السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف 20 موقع بديل لشات جي بي تي، لأن هو شات جي بي تي مجموعة الدول اللي تقدر توصل ليه، فشوف لكم أفضل 20 بديل. نبدأ بفور فرونت، ده أنا بستخدمه حتى بسطر الأداة تحت هنا في جوجل كروم. أول ما بدوس هنا بيبدأ يسألني أنت بتفكر في إيه؟ هل في النت كله ولا عايز الإجابة من الموقع ده بس ولا عايز الإجابة من الصفحة دي بس؟ هو جواه إن أنت تعمل لو انت حابب تقدر تعمل لي صور معينه في شيء في الفيديو، عامل زي ما تقول كده. اي اسك دوت اي اي نفس الفكره، اي سؤال انت عايز تساله ممكن تساله هو يجاوب لك عليه كانك بتسال شات جي بي تي. وهنا برضو هو عباره عن موقع مهم جدا اسمه كاب شات. بعتمد فكرته ازاي كلهم مثلا فكره ان انت بتسال سؤال وما يدكش بقى مواقع وتلاقي 20 30 40 موقع، لا هو على طول تدخل تلاقي الاجابه ده. ده برضو كوديام اكتر في البرمجه. يو شات عباره عن محرك بحث وفي نفس الوقت عباره عن شات جي بي تي. طيب في برضه مع يو شات موقع تاني اسمه يو. يو ده جميل جدا، عباره عن محرك بحث وتقدر انت برضه تعمل صور وتقدر انت تشتري، تقدر انت تقول له اعمل لي كود، وهو قوي جدا في موضوع الاكواد. لو ده محرك بحث وفي نفس الوقت بيجاوب على الاسئله، يعني لو قلت له يو رايت ابدا تسال سؤال وهو يجاوبك عليه. هنا ده برضه بيشتغل مع الملفات، عندك ملف بي دي اف، عندك ملف وورد، ملف صوت ويف، ملف ام بي 3، ملف فيديو. ارفع الفيديو واساله وهو يبدا يجاوب من خلال الفيديو او من خلال الصوت او من خلال البرزنتيشن زي ما انت عايز. فده من الموقع المهم جدا. انا شات ويز اني بي دي اف، برفع البي دي اف وابدا اساله اسئله ويبدا يجاوب عليها. ده نوع اي اي اسك اني ثينج ويبدا يجاوب عليها. هاجنج شات ده الموقع الرئيسي، جواه مشاريع كتيرة للأوبن سورس. هو عامل جزء منه اسمه هاجنج شات، برضه تسأله أي سؤال يبدأ إن هو يجاوب عليه، وتقدر تديله إمكانية إن هو يدور في موقع النت برضه، دي ميزة حلوة. بيهايند برضه إي آي سيرش إنجينير وأقرب ليه شات بوت، بتسأله أسئلة يبدأ إن هو يجاوب عليها. أورا دوت بي إم برضه من ضمن الحاجات القوية في شات جي بي تي. ده الموقع ده مثل إن هو ما بيسألكش أنت مين ولا أي حاجة خالص، أي معلومات، لا بتبدأ تدخل من غير ما تعمل تسجيل للدخول. هنا برضه تقدر إن أنت تستخدمه ك برومت، يعمل لك ايمج، يعمل لك فوتو، تعمل مع شات في شات جي بي تي. ده محرك البحث بينج اللي هو بتاع مايكروسوفت، بيقول لك الافضل انك تستخدمه في مايكروسوفت ايدج، لازم تقدر تستخدمه عليه بشكل عادي. الرايت سونج برضه البدائل القويه اللي تقدر تتعامل معاها بشكل سهل جدا وسلس، والحمد لله تقريبا كلهم بيدعموا اللغه العربيه. جي بي تي جو في ميزه ان هو عباره عن محرك بحث وعبارة عن شات جي بي تي الاثنين مع بعض، وتقدر انت تسطبه عندك جوجل بلاي او تسطبه ايفون. الموقع ده سهل جدا وبسيط، هو الفكرة كلها انه مرتبط بست مواقع تقريبا، تقدر انت تستخدمه كله، وموجود منه تطبيق على الموبايلات. ده برضه موقع قوي جدا الواحد بيحب ان هو يستخدمها، وموجود برضه على الموبايلات. واخيرا محرك البحث بتاع جوجل عامل بارد اللي هو عباره عن شات جي بي تي الخاص بجوجل. اتمنى تستفادوا، لو في مواقع تانية كويسه يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات وما تنساش لايك.